يا اختي باقا صغيره وما تستاهليش، ولكن صاحبتي حتى انت كدرتيها لراسك. ويلي من تفيقي تتنعسي تماره والشقه والدار والراجل، راه ما يستاهلوش هادشي كامل، شويه رخفي على راسك، راه صحتك هي اللي دايما. كاين مع المرض ومع الروينه راك عارفه ضروري. الله يشافيها. امين يا ربي تشافيها ليا، راه هي اللي عندي. امين. مسكينة ما بقات تقدر لا تلبس لا دير حتى شي حاجة، عندك تمشي توقع عليها شي حاجة ونتايا باقي ما ولدتي معاها ما والو. يا نوجد لي واحد الكاس القهوة. واختي اش نقول لك يا اختي، كيتبسل هاد الايام بان ليا ولا باسل شوية. اختي ما عرفتش كتقولي اش كتخاف. الدنيا كدابة وصلت العظم، عشنا الالام شنو دين بيانا، غرقنا غيهم تابع وتسم، سمحي لي حنانة. انتي يا العمر انتي يا لافي. مرحبا بك دارك بلا اللي قلت لك ما تبقاش تجيب لي الغدارة هنا لداري. شوف شغادي نقول لك. اش غتقول لي؟ هذه اللي كتقولي لها غدارة؟ ايه. ولات هي مرات الدار. كيفاش هي مرات الدار؟ ولات مراتي على سنة الله ورسوله. اش كتقول؟ كما سيش بقيت شدي فيه طلقي مني. كيفاش تزوجتي وانا اصلا ما عطيتكش الموافقه؟ يلا طلقي مني. كما سيش بقيت شدي فيه، اش نبقى نتسناك انا تي ديما ناعسه ومريضه ومتكيه انا حكه فيا؟ غتخرج عليا دابا من داري قبل ما ندير لك واحد الشوهه عالميه. دارك الا لا من دابا كيف ما هي دارك حتى انا دارك. ياك اختي انا نوريك تقبلني تقبلني تقبلني. شوفي اجي ورايا تقبلني اجي ورايا. درتيها من وراك صافي غادي والله الله تناكلك. سمعتيني يا الغداره، دخلتك لداري وكلتك طعامي وغيت جلستك في الركاب ان شاء الله. طلق مني الشماته. لا 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 ماشي راجل ماشي راجل. علاش ماشي راجل؟ ماشي من حقي نتزوج؟ لا ماشي من حق. ما مشي ورجعت عطيتك الموافقه باش تتزوج. علاش نتسلك انا لا تصحي انتيا وتنوضي وتفيقي وتولي طيبي ليا وتجيبي ليا عاد انا نتزوج؟ كضحك ليا مسلك ما بغيتكش تهجرين. سمعي علاش غادي نقول لك، اصلا هي باركه معاك في الدار، باركه معاك معاوناك مشاقيه مصبره اي حاجه مديره. اش بغيتي مازال؟ شنو بغيتي؟ كنجلس للغدار غدرتوني وانا زي الاطرش في الزفه بحال شي هبيله ما عارفه حتى شي حاجه. ياك هذه هي حياتي اللي ضيعتها معاك، هذا هو الشباب اللي ضيعته معاك، زديتك من الفقر. اش كان عندك؟ اش الدار بقى تقولي لي؟ اش بتعاودي لي في هذا الشيء؟ شو نقول لك واحد جوج كلمات؟ اش غتقولي؟ يعني هي في الدار؟ هي في الدار هي في الدار. اسمع 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 مالنا ياك لاباس لي تخطفي ليا التليفون من يدي؟ اشنو؟ اسمع نقول لك واحد جوج كلمات وديريهم طوينكات في وليداتك. الا كيسحب لك راسك قطعتي الواد ونشفو رجليك راكي غالطه حبيبه ديالي. واخا وهذاك الراجل اللي تلوشي عليا بحال اللفعه ودرتي ليا بيه وخلطتي ما بيناتنا راه غيجي نهار وغيعرف الحقيقه حنينتي. ما تسحبيش راسك صافي، راك ضمنتي. واخا دير هاد الهضره مزيان في بالك. هذاك الراجل انا اللي كنت مقابلاه وانا اللي كنت كنوجد ليه القهيوه ديالو وانا اللي كنت مقابله ليه كلشي. فين كنتي انت يا الغداره؟ ياك الغداره غدرتيني حيت لقيتيني مريضه، حيت صحتي ما طاوعتنيش، وحيت تقتفك وحيت انانيه، وانتي طلعتي عقرب وبسمك ودخلتي وفرتكتي لينا الشمن وطلقتي سمك بيناتنا. ولكن راه حتى حاجه ما كدوم حبيبه. واخا ودابا عرف حقيقتك واشنو كتسوي واشنو درتي، وديك الساعه غادي يكركبك مع الدروج ورا انا الاصل. واخا ديري هاد الهضره مزيان. دابا نشوفو راجلك هو اللي قلب عليا ماشي انا اللي قلبت. ايوا دابا نشوفو هو اللي لقى مني الاهتمام اللي ما لقاهش فيك انتيا. الاهتمام؟ اش هاد الاهتمام يا حبيبه؟ الاهتمام ياك ما اختي دايره عليه حمال وهازه. سمعي نقول لك واحد جوج كلمات. واخا شي هاد الدار والله لا خليتك فيها. ايوا دير هاد الهضره مزيان في بالك. احنا نشوفو ايوا احنا نشوفو.
هاتك توريك. قالت لك دابا توريني. إيمان مالك؟ علاش كتبكي؟ علاش كتشوف هذيك مرتك تتعدى عليا؟ واش عيرتك عاوتاني؟ راك عارف بلا ما نقول لك عليها. شنو قالت لك؟ واش انت ما عرفتش اللسان ديالها صليط؟ قالت لك انا درت بيك وشفرتك ليا وهادي يعني اش نقول لك؟ شوف دير ليا شي حل ما نقدرش نبقى مازال تاني. شنو هو الحل؟ شنو هاد الحال؟ واش بغيتي تفتيها شي نعزل لك عليها عاوتاني؟ راك عارفه داكشي اللي عندي يلا غنقدر نقسم عليكم بجوج الا كنتي ساكنه في دار وحده، اما الا رجعتي تفتيها في دار وهي في دار ما غنقدرش. يا ايمان حتى انا هادشي بزاف عليا بزاف صافي يعني حل اللي خاصك توقع يا اما انا يا هي، ما يمكنش نبقاو زوج في هادشي هذا. شوفي ايمان ما تحطنيش في هاد الموقف ديال اما انا اما هي، راك عارفه راه واخا هي عيراتني وقالت لي هضره خايبه بزاف وضرتني في خاطري، ولكن واخا هكا كتبقى حتى هي راه وقفات معايا و المهم صافي نسي مسحي دموعاتك انا غادي نوض غنفرجك فيها دابا. شنو نقول لك على خاطرك؟ اسمع شد مالك شد شيك زوين جات معك هاد اللبسه هادي مالكش شك جاي كتغوت واسمع وهز صوتك؟ والو غير ايمان شويه مبرزطه وعيانه وصافي داكشي علاش. مبرزطه وعيانه؟ يا واش كنتي بغيتي تقول لي شي حاجه؟ لا والو بغيت نقول لك غير هاد اللبسه جاتك زوينه، ما عرفتش كنتي مخبيه هاد الجمال هذا كامل. ايوا راك عارف حيتاش انا كنت مريضه وداكشي، ودابا راني وليت شويه متبعه الرجيم ديالي متبعه دوايا، ايوا قلت ندور بالحاله شويه. ايوا الحمد لله الله يجيب لك الشفاء يا ربي. المهم الا بغيتي نخرجوا انا وياك العشيه راه شحال هاد بقينا خرجنا بصح وفين غنمشيو؟ نمشيو نتعشاو فشي بلاصه انا وياك وانا وياك كاع بلاش من ايمان، نمشيو انا وياك نخليو ايمان هنا في الدار. ايوا صافي ملي قلتيها ما نرجعش لك في وجهك. شنو دابا نوض نلبس حوايجي ولا شنو؟ صافي غير لبسي حوايجك انا غادي نمشي تانايا نمشيو تلبس نمشي نقاد شي حاجة وهايطة لي صافي يلا بسلامة الله يعاونك. ايوا مازال ما شتي والو لالا ايمان، وبقى لك قد ما فات هنا في الدار كيما دخلتك كيسوسة تنخرجك بحال الزغبة من العجينة. لالا ايمان الله يا ربي. المهم راني جيت غنقول لك واحد جوج كلمات وغادي نمشي حيتاش كما كتعرفي دابا انا والسعد بغافور غادي نخرجين. نعم بغيت نقول لك المهم حنا غادي نخرجين نتعشاو على برا حيت سيدي عبد الغفور عرض عليا قال لي هاد الليله هادي نخرجوا غير انا وياه الراس في الراس غادي نمشيو نتعشاو في واحد الغيستورون غاليه. ايوا راكي عارفه واحد مع مرتو كيبغي ياخذ راحته. ايوا انتيا كيف العاده الشقا وقابلي معاك الدار وطيبي معاك وجفي معاك وصبلي معاك راك انتي عارفه هذه خدمتك من الاول. ما عرفت هادشي ما قال لي يعني والو قال هادشي من دماغك العجب. ايوا حبيبه بغيت غير نقول لك واحد القضيه ماشي ضروري اي حاجه ما بيني وبين راجلي خصك تعرفيها انتي حيت داكشي بيناتنا خاص حيت انتي بالنسبه لينا غير شي حاجه زايده هنايا. ايوا دابا نشوفوا شكون اللي مهم واللي هضرتو كتمشى في هاد الدار. عبد الغفور عبد الغفور عبد الغفور اجي راني تفقست. ايوا مازال مشي والو ولا لا ايمان هذا البداية من النهايه صعيب عليك شويه. عبد الغفور ناس اش هاد الهضره اللي كنسمع؟ اش من هضره كتسمعي بلي خارج مع لالاك اسماء؟ ايوا لالا مالها راها مراتي ولا ما خرجتش انا وياها حرام. من امتى هادشي وانا يا ايمان يهديك الله انا راه كل نهار خارج انا وياك كل نهار كنخرج انا وياك راه هي واش عرفتي شحال بقيت خرجت انا وياها انت اليوم غادي خرج انا وياها
وغدا نخرج انا وياك صافي. لا رجلي على رجلكم. فين رجلك على رجلي؟ واش بغيتي تضاربوا ليا بحال ديك المره تنوض ليا تناتي في وسط من القهوه ولعب هضره كيضحكوا عليا؟ ماشي سوقي رجلي على رجلك. غدا غادي نخرجك اليوم. لا لا علاش يلي دير لها الخاطر وانا لا؟ حتى انا مرتك حتى انا تسمع كلامي. ورا البارح عاد كتخرج انا وياك، خليني اليوم نخرج معاها وغدا نخرج معاك. لا نبقى معاك. بلا ما تبقى تعصبي لي ايمان، طلع لي هادشي في راسي، خليني نخرج نرتاح، الله يرحمك الوالدين، تنغدا ونخرج انا وياك، وزايدون هاد القميجه هادي راه مكمشه، ها كيصلحيها معاك نسالك اك صالحها. صافي اخويا مهدي ماشي مشكل، راه غادي نقضي مع الغرض ان شاء الله في العشيه. وصافي راه درت مع انس حتى ياك، ودابا راك عارف يلاه 6:30 هو راه تعطل، خليته يعاود يعيط ليا وغنمشي عندو. سيدي عبد الغفور اسمك كيبقيتي شويه؟ شويه الحمد لله. كنت تاخدي الدواء في الوقت بعدا ياك؟ الدواء شريتي لي راني كنشربو. صافي مزيان. ايوا انظرا هضرتي مع ايمان في الموضوع اللي قلنا؟ والله تنسيت بالله، مزيان اللي فكرتيني دابا بنيت ايمان. بغيت نهضر معاك كنسى فكرتني اسماء، جاتني شي خدمه وغادي نغبر هاد السيمانه هادي من كازا، داكشي علاش ما نقدرش نخليكم جوجات في نفس الدار. راك عارفه الا خليتكم جوج راه وليت غير حضره عندك لداركم، اعتبر كيفاش هي مات. منين نوصل هنا لكازا غادي نعيط لك وجي للدار مرحبا بك هذيك الساعه. ياك سيدي تخرجني انا وهي تخليها؟ لا انا اللي نبقى وهي اللي تمشي. واسمعي اش غادي نقول لك، حدي ما كنبقى نهضر لك 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 لك، وهضرتي كنبغيها ما تعاودش، هضرتي ما تنزلش للارض، هي غتبقى وانت غتمشي لداركم بلا نبقى نعاود معاك الهضره. شتي كتغوت عليا؟ نغوت ونزيد غوت مره اخرى، انا ما سكتيش. انت غتمشي يعني انت غتمشي، علاش نبقى نعاود معاك في الهضره؟ حرام معاكم البركه كاع في الدار. بلا ما تعصب راسك سيدي عبد الغفور، العصب ما مزيانش لك، غادي يضرك في القليب ديالك. ايوا حبيبه انظرا عرفتي دابا شكون مولات الدار وشكون اللي هضرتو كتمشي؟ واش انا ولا انت؟ السم ديالك غيبقى تياكلك. لا حبيبه راه السم ديالك هو اللي خرج علينا وشتت لينا الشمل. وبغيت غنقول لك واحد الحاجه ونوصل لك واحد الفكره، بانك انت هي ثاني خيار اللي دائما غيخرج مع الباب، وانا راه هي مولات هاد الدار، انا اللي دائما غنبقى هنا وانت اللي دائما غادي تخرج مع هذاك الباب. بقيت حلمي دابا نشوفو. ايوا انت شتي كلشي بعويناتك حبيبه، غير الا ما بغيتيش تيقي سيدي عبد الغفور كيسمع ليا انا بوحدي. واخا لا ما تخليني نتسيف عليك. يلا حبيبه ياك ما نجمع لك حوايجك ولا انت اللي غادي تجمعيهم؟ لا 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 واقيلا نعاونك ونجمعهم لك. كبيره كي كانت وكي ولات، كل ما كنت انا ما ندير بحالي درت فيها نفسي. يخ سلامه يا ربي. يا كون تشوفوا حالي يا بعد واش صرالي وعليها كيا ملاهي شويه. تهنينا من هذيك بعداك صيفطنا فحال لدار. الله العظيم شميتي ريحه زوينه جايه عندك من الكوزينه. طيبت لك واحد الطاجين، الطاجين اللي كيعجبك بالبرقوق. لا لا يخطيك عليا، انا عارفك عارفك ديري داكشي اللي عزيز عليك. عرفتي الصراحه ما عرفتش ديك ايمان شنو دارت ليا، شي حاجه ما عرفتش لاحت عليا تا وليت كنفكر فيها هي. هذيك راه واحد السوسه كنت غالطه فيها بزاف، ولكن صدماتني بزاف. شي دابا فيها خير الحمد لله، ربي كبير حتى انت. ولكن انا شكون جاي يطفي هاد الساعات؟ ما عرفتش ما تشوف. الله واخا لي جاي ايمان عبد الغفور طفلي ادخل. كيفاش؟ مبقيتيش مصيفه؟
دخلي غتفهمي ملي كنوقيت بصافه مشكيل هادي هي جات عاوتاني هادي انت اختي اش جابك اش جابني جابني النية اييه كون كنت تعرفي النية كاع ما تدي ليا راجلي النية قالها علاش جيتي انت بعدا عندك الفهم تهضر اي قلت لك ما تجيش قلت لك شرعيتك في التليفون مصيفطني انا باش تبقى انت الراس في الراس معاها ومراتي انا مراته وانا الاولى وما تنسيش انت راكي غير خطفتيه ليا يا خطفت الرجال عرفتي شنو غيجيك مليح قسما عظما انا راني سكت لك اكثر من قياس والله ما تجمعيش طايتك وتخرجي يا تي نكون شاده وضربها لك بواحد مولاتي التريشه فاعله تارك ما على هاد الحاله هادي شنو وصلت التريشه ولا ما تريشه ولا ما تريشك صافي جمعي راسك سيرتي خرجي خليني نهضر معاها انا غنفهمها لا خليني يا سيري خرجي خليني نهضر معاها انا غادي نفهمها ياك الدار ياك تقول لي انا مسافر وانا تكركبني باش تبقى انت وياها صافي نسيتي وماني بركت مع شي وحده برانيه راها مراتي ومراتي الاولى وما تنسيش راه انت اللي جيتي على دره ماشي اللي جات لك دره تحد ما بزز عليك كل ما لقيتيش فيا انا داكشي اللي ناقص فيها ما غاديش تجي عندي انا دابا عاد ما بقيتش ما مزياناش ودابا داكشي اللي كان ناقص فيها راه لقيتو فيها واقيلا ياك شنو انا دابا لعبه الوقت اللي محتاج شي حاجه بغيتيها نهار اللي لقيتيها فيها انا تكركبني ما كركبتيش يا بنت الناس انا ما قلت لك سيري بالعكس هذه دارك وكما حتى هي راه دارها وكما كتسالي انت هي كتسال بحالها في حالها بس هي دون هادشي ديال الغوات وهادشي ديال المعيور وهادشي ديال تناقص الهضره ما خداوش ليا حاولي تصاحبي معاها قول لي نهار الاول قول لي سيري ارتاحي شويه في دار باك ماشي تقول لي انا مسافر باش تتبقى على راحتك معاها ايوا لا لا مزيان من فهمتيها خليتك الراحه اسمع ايمان واش عيطتي لي انا اسمع غير بغيت نهضر معاكم شي حاجه اسمعنا اخبار الخير اختي اسمع بغيت نقول لك غير سمحي ليا بعد هاد المرضى تفقت لقيت راسي ظلمتك بزاف سمحي لي فاش طلبتيها شي مشكل ما عرفتش كيفاش نقول لك انا كاع ما كنحقد على حتى شي واحد صراحه انا اللي دخلت بيناتكم داكشي كامل اللي كنت كنقول لك على اسماء كلشي كذوب كلشي من دماغي كنجي نقول لك عليها وحتى هي نفس الشيء يعني كندخل بيناتكم دابا انتيا كنتي كتجي عند اسماء تقولي لها هضري عليا وانا تجي تقول لي هضره على اسماء لا طلعتها لا طلعتها واللي جرى جرى صافي هي غلطات وراه تعاقبت على كل شيء زيدي كملي خرجي الهضره من عندك صافي مهما قلت حتى حاجه ما تعبر على الاسف ديالي وهادشي اللي درت ليها هي كانت بحال اختي وتصرفت فيا بحال اختي اش نقول لكم بقى معاها وتهلا فيها راه كتبغيك وانا غنخرج من حياتكم حنا ماشي ولاد الحرام باش نخليوك في هاد الظروف وانت مريضه وانت الا غلطتي حنا ما غنديروش نفس الغلط ديالك وحنا ما غنعدوش كل بعضنا هذا غير ميتي ما نستاهلش الصراحه الله يسمح لك وراكي خلصتي كل شيء دابا غادي نقول لك شي واحد ملي كيعترف لك بالحقيقه وكيهضر وكيعاود هذاك فحال كيتسند الحق بشي موس دابا انت راك اعترفتي وقلتي كلشي اللي كاين ما عندك فين تمشي مرحبا بك الدار دارك انا اللي نبغي هو انك تكوني فاهمه مع اسماء وتكونوا يد وحده وموس واحد يذبحكم ما نبغيش شي مشكل بشي حاجه طرا بيناتكم هادشي اللي بغيت سمحوا لي ماشي مشكل دابا اللي فات مات غنسدو ديك الصفحة القديمة وغنبداو صفحة جديدة صفحة بيضة ما فيها لا دغينة ولا حقد ولا سم واخا انتي راكي اديتيني بزاف ماشي مشكل فيها خير ولكن انا يا ما كنحقدش على بنادم الله يجيب لك الشفاء الله يشافيك امين يا اسمع
قابل لها والخاصة شي حاجة عطيها لها ما يجيبك الشفاء. الله يغفر لك على أي حاجة درسيها. سلام لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيلم يكون عجبكم. هاد المرة راني أنا اللي غادي نهضر ماشي هو، حيت أنا رايحة أقرا عليه اللي قلت لي أرا نهضر معاه معايا كل عصا. المهم كنتمنى الفيلم أنه يكون عجبكم، وما تنساوش تابونا وتخليو لنا تعاليق زوينة ديالكم، وكتبوا لنا القصص اللي بغيتوا أنكم نديروها ليكم، أولا دخلوا عندنا في الخاص في الانستغرام سومريما واحد وعبدو منار، دخلوا كتبوا لنا أي قصة عندكم أولا أي ظرائف طراو لكم في حياتكم بغيتوا نجسدوهم لكم في فيلم قصير. وصافي هادشي اللي غنقول لكم. ما تنساوش واحد القضية، دابا كتلقى بزاف ديال القنوات مثلا ديال الروتين اليومي ولا شي قناة اللي هما ماغاديش نقول باسلين، ولكن كيديروا شي محتوى اللي هو ناقص، وكتلقى عندهم بزاف ديال لي لايك والبارطاج والمشاهدات بزاف. وحنا اللي كنتكرفصوا كنتعذبوا عتي فيلم باش كنصوروه كنتكرفصوا فيه بزاف باش نحطوا لكم، داكشي علاش ما كرهتش اكبر عدد ممكن من لي لايك غير باش تشجعونا وتعطونا لي كومونتير زوينين باش نبقاو نعطيكم دائما الجديد. وما تنساوش دوزوا الانستغرام ديالي، اول ما المره ما ندرقهاش هي غندرق انا وزيها، والانستغرام ديالي انا هو هذا. وما تنساوش الانستغرام ديال اسماء حتى هو يا ها هو. وكما قلت لكم اللي عنده شي قصه يدخل يكتب لنا في الانستغرام وحنا غنحاولوا نديروها في فيلم قصير. يلا شكرا لكم بزاف اللي كاينو. اهلا اهلا، سلام. كي داير؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ مرحبا بك. دخلي اسماء، كلشي بخير؟ امور مزيانه؟ لاباس. مرحبا بك في دارك. يا قلت لك ما تبقاش تجيب لي هذه هنايا لدار. لا انا ضغطت. اسمع بغيت غير مالك؟ لا والو. تعلم اسمع مالك مع ايمان؟ مالك ولا لا اسمع اجيا اجيا غادي خارج انا وياها. علاش؟ ايوا شوفي شوفي عاودي تهضر اويلي راه اخرى. اه واخا وليتي كتغوت عليا، نيت نتهنى شويه من صداع الراس. لا خصك تبقى برافو. اش كاسك دير؟ ما قلتش ايمان شنو غتقول؟ هادي انت يا جيتي اش جابك اختي؟ ايوا النية ديالي. النية؟ قولي الحية ماشي النية. علاش جيتي؟ قلت لك ما تجيش نعيط لك. ايوا سبحان الله النية هي اللي دارتها. ايمان اش عيطتي لينا؟ اش بغيتي ياك لاباس؟ يكون تشوف حالي يبعد واش ترالي.